الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، تتابعت علينا خيراته وتعاقبت علينا فضائله ونعماؤه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، أهنئكم بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يعينكم فيه على طاعته، وأن يستعملكم في سبل مرضاته، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منكم أعمالكم الصالحة، وأن يتجاوز ما يحصل منكم من تقصير أو خطأ أو مخالفة. وبعد، كنا في دروسنا الماضية نتدارس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند نهاية كتاب فضائل المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، وكنا وقفنا عند بداية ما يتعلق بكتاب الصوم. وحينئذ نشير إلى عدد من الأمور، أولها ما يتعلق بإيجاب صوم رمضان، فقد دلت النصوص القطعية كتابا وسنة على أن صوم شهر رمضان ركن من أركان دين الإسلام وفريضة لازمة، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله فليصمه هنا يصم فعل المضارع مسبوق بلام الأمر، فيفيد الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أنواع الصيام ما هو مستحب كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض على ما سيأتي. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب ارتباط فريضة الصيام بالعلم، فإن العلم الشرعي الذي ينال الإنسان به معرفة أحكام الشريعة يكون سبب من أسباب تصحيح عمل الإنسان، ومن أسباب حصوله على رضا الله، ومن أسباب كون الإنسان يؤدي العمل على الوجه الشرعي المطلوب، وبه ترتفع درجة العبد، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن هنا نتقرب إلى الله بتعلم أحكام الصيام من أجل تحقيق هذه الفوائد التي ذكرت. وخير ما يتم تعلم العلم الشرعي به أن نتدارس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر الأحكام، وهما من أمرنا بالرجوع إليهما وتحكيمهما وتقديمهما على آراء الرجال. وإذا حصل نزاع واختلاف فالمرجع إليهما، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن خير ما درست به سنة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة صحيح الإمام البخاري، فإن الأمة قد أجمعت على فضل هذا الكتاب، وأجمعت على أن صحيح الإمام البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. والإمام البخاري بحث أسانيد الحديث وميزها وفرق بينها، وإنما أثبت في كتابه هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فهذا الكتاب في حقيقته منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نعرف ما لهذا الكتاب من القيمة العظيمة. وإذا كان هناك من يحاول أن يشكك في صحيح الإمام البخاري فهذا الأمر ليس ببعيد ممن يناوئ دين الله ويسعى إلى طمس معالمه، فإننا قد وجدنا من يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقدح في صحابته، ومن يقدح في العلم الشرعي، بل وجدنا من يتكلم في رب العزة والجلال ويحاول أن يصد الناس عن عبادته إلى مخالفته وعصيانه. فالمقصود أن صحيح الإمام البخاري كتاب عظيم، وفيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي أمرنا باتباعها والسير على مقتضاها. ولعلنا في هذا الشهر نبتدئ شروحنا بشرح كتاب الصوم من صحيح هذا الإمام، فلعلنا نقرأ أوائل حديثه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء لم يصم. قال نافع: وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صومه. قول المؤلف كتاب الصوم، كتاب يعني الأمر المجتمع، يقال كتيبة الجيش يعني مجموعة جنود الجيش. وذلك أن الكتاب يجمع أصنافا من المعلومات فسمي بهذا الاسم. والصوم في لغة العرب بمعنى الإمساك، ويراد به في الاصطلاح الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصائم مأمور باجتناب الأكل والشرب والجماع المفطرات في وقت صيامه. وقد جاء في التأكيد على فريضة الصوم، صوم رمضان ووجوبه، نصوص كثيرة، منها هذا الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان عاشوراء، عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. وهذا فيه دلالة على أهمية الاعتناء بالتاريخ القمري، لأنه هو الذي تسير عليه الأحكام الشرعية، وبه مناطات الأحكام. قد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقوله يصومه أهل الجاهلية، ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الناس في مكة قبل هجرته يصومون يوم عاشوراء ويجعلونه ديانة يتدينون بها، وكان أهل الجاهلية عندهم عبادات من إرث إبراهيم، إلا أنهم لما فرطوا في أصل دين الله بصرفهم العبودية لغير الله جل وعلا من الأصنام والأحجار والأشجار، حينئذ سموا جاهلية وكانوا أهل ضلالة. وقد جاءت النصوص ببيان أن الجاهلية تكمن في مخالفة أمر الشريعة، ولذا قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد يوصف الإنسان بأن لديه جاهلية متى سار على طريقة من طرائقهم، وإن كان لا يستعمل طريقتهم في جميع أموره وتفاصيل حياته، ولكن لا يقال في الجاهلية إلا عند استحكام أمور مخالفة الإنسان من هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، هكذا ظاهره أنه ابتدأ الصوم. وجاء في حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فصامه فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صامه قبل الهجرة اتباعا لطريقة أهل العبادة ممن كان قبله، ثم لما وجد اليهود يصومونه لذلك السبب أمر أصحابه أمرا جازما بأن يصوموه. وكان صوم يوم عاشوراء في أول الإسلام في السنة الأولى من الواجبات التي لا يجوز للإنسان تركها، فلما فرض صوم شهر رمضان ارتفع الوجوب وبقي استحباب صوم يوم عاشوراء. وهذا معنى قوله أمر بصيامه، يعني ألزم، فإن الأمر هو طلب الفعل على جهة الإلزام بطريقة الاستعلاء، والأمر يفيد الوجوب لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الأمر بإيجاب صيام يوم عاشوراء كان في أول الإسلام. قال فلما فرض رمضان، فيه دلالة على أن صيام شهر رمضان فريضة إسلامية يجب على كل مسلم تنتفي عنه الأعذار أن يصوم شهر رمضان، وأن ذلك من أركان دين الإسلام. وقوله ترك، أي ترك وجوب صوم يوم عاشوراء، وأما صيامه على جهة الاستحباب فإنه لا زال باقيا.
قد ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر به سنة. وقد جاء في الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر رغب في صيام يوم مع يوم عاشوراء، فقال: لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع، يعني مع العاشر، وذلك رغبة في مخالفة هدي اليهود وطريقتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ارتفاع وجوب صوم يوم عاشوراء: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. فهذا فيه دلالة على نفي وجوب صوم يوم عاشوراء، لأنه علقه بالمشيئة، وإذا علق فعل بالمشيئة دل ذلك على عدم وجوبه. وذكر نافع وهو الراوي عن ابن عمر أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق صومه، كما لو وافق صوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو نحو ذلك من الأيام التي يصومها. فهذا الحديث أصل من الأصول في معرفة أول وجوب صيام رمضان، قد ورد في الأحاديث أنه فرض في السنة الثانية، وبالتالي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام بعد إيجاب صوم شهر رمضان 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: لكل عمل كفارة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، مرتين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قوله في هذا الحديث قال الله تعالى فيه أن هذا الحديث حديث قدسي ينسب إلى الله جل وعلا، ذلك أن الأحاديث على نوعين: حديث قدسية تنسب إلى الله بمعناها ولفظها، وحديث نبوية تنسب إلى الله بمعناها، بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنها لا تنسب إلى الله بلفظها. وفي هذا دلالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه أيضا أن الله جل وعلا متى شاء تكلم، وأنه لا صحة لمن قال بأنه تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك. وقوله لكل عمل كفارة، أي أن ما يقدم عليه الإنسان من الأعمال المخالفة أو من التقصير في الأعمال المطلوبة فإن له كفارة، يعني يستطيع أن يرفع عن نفسه الإثم الوارد عليه في أعماله المخالفة بواسطة فعل يكون سببا من أسباب كفارة ما حصل عليه من مخالفة أو تقصير.
وقوله وكل عمل ابن آدم له، أي أنه يجازى به وينال ابن آدم ثواب عمله، وهذا معنى قوله وكل عمل ابن آدم له. قال إلا الصيام، فالصيام فيه خاصية ألا وهي أنه لا يطلع أحد على حقيقة الصيام إلا الصائم، فإن الإنسان قد يجد في أوقات الخلوات ما يجعله لا يلتزم بالصيام إذا كان صومه للناس، وإنما يتمسك الإنسان بمقتضى صومه ويترك المفطرات متى كان ينوي بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دلالة على فضيلة الصيام، وفيه بيان أن الأعمال متفاوتة الرتبة وليست على رتبة واحدة، وفي هذا دلالة على أن الأصل محاسبة العباد على أعمالهم بحيث يكون الجزاء من جنس العمل، وهذا عدل من الله ورحمة منه بعباده، ولله أن يلزم نفسه بما شاء. وبالتالي قول من يقول بأن الله قد يعذب المطيع ويثيب العاصي هذا قول يخالف مقتضى النصوص الدالة على خلاف ذلك، فإن الله عادل، ومن مقتضى عدله أن يجازي العباد بجزاءات تتناسب مع أعمالهم. وقوله وكل عمل ابن آدم فيه دلالة على أن الأعمال القلبية تسمى أعمالا، ومن ذلك الإخلاص والنية، فإن الصيام مشتمل على معنيين، أولهما نية صادقة جازمة، وثانيهما ترك للمفطرات. قال فإنه لي، يعني الصيام يكون لله جل وعلا، والمعنى في هذا أنه يتمحض فيه الإخلاص، فإنه لا يمكن أن يمسك في جميع أوقاته إلا إذا كان صومه لله ويستشعر مراقبة الله جل وعلا له. ولذا قال وأنا أجزي به، أي أن ثواب الصيام مدخر عند الله جل وعلا. قال والحسنة بعشر أمثالها، يعني أن الله ينيل العبد بكل حسنة عشر حسنات. وقد جاء في بعض روايات صحيح مسلم أنه قال والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن المضاعفة في الصوم تتجاوز المضاعفة في بقية الأعمال. ثم بين المعنى في هذا، في هذا دلالة على فضل الله عز وجل على أهل الخير والصلاح بأن يجعل الحسنة بعشر أمثالها، وهذه فضيلة ونعمة من عند الله جل وعلا، والعبد ينال ثوابا على مقدمات العمل، ومن ذلك النية، من ذلك تهيئة نفسه لفعل العبادة، وكذلك ينال الإنسان الأجر والثواب على أداء ذات العمل، وكذلك ينال أجرا على إقدامه على تتمات العمل ومكملاته. وسأضرب لذلك مثلا، تذهب إلى المسجد فعندك في ذلك ثلاثة أجور،
أولها أجر استعدادك للصلاة بوضوءك بتهيئة لباسك بجميع ما يتعلق بالأمور المؤدية إلى أداء هذا الواجب، ثم عندك أجر آخر على فعل ذلك الفعل الذي يتقرب به لله جل وعلا، وعندك أجر ثالث يكمن في المكملات والمتممات التي إنما عملها من أجل كونها مقارنة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله يدع طعامه فيه دلالة على أن الصائم يجب عليه اجتناب الطعام، فيه دلالة على أن كل ما كان مطعما للإنسان فإنه يؤدي إلى بطلان صومه بتناوله، حينئذ نقول بأن الحديث لم يقصر المعنى على الأكل الذي فيه إدخال للطعام من الفم، وإنما قال يدع طعامه، ومن ثم فكل ما كان مطعما للإنسان مغنيا لبدنه في باب الطعام فإنه يعد من المفطرات. وسأضرب لذلك أمثلة: من أدخل إلى جوفه طعاما ما بواسطة المغذي وإما بواسطة أنبوب الفم وإما بواسطة تغيير أو تغسيل الكلى فإنه يعد حينئذ قد تناول طعاما، وبالتالي يكون هذا من مفطرات الصوم. وقوله يدع طعامه وشرابه فيه دلالة على وجوب ترك جميع المشروبات في الصيام، وفيه دلالة على منع المتطوع بالصيام من شرب الماء وخلافا لبعضهم. وقوله وشهوته فيه أن الجماع مما يتنافى مع الصيام وأنه يفسد الصوم بالجماع، والجماع يحصل بتغييب الحشفة في الفرج حتى ولو لم يكن هناك إنزال. واستدل بعضهم بهذا الحديث على منع إخراج المني بغير الجماع بما يسمى الاستمناء، فإنه ذكر أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا من شهوته. وقوله من أجلي أي طاعة لي وتقربا مني ورغبة في أجري وثوابي، وفي هذا دلالة على وجوب أن ينوي الإنسان بأعماله وطاعاته أنها لله جل وعلا، بالتالي لا ينوي بها أمرا دنيويا كمراعاة الخلق أو مجاراتهم أو أن يقصد بذلك صحة بدنه مجردا، بحيث لا ينوي إلا أن يصح بدنه، لا ينوي استجلاب رضا الله أو الرغبة في ثوابه. وقوله والصيام جنة، جنة يعني وقاية، فإن الأصل في هذا اللفظ يدل على التغطية، يقال جنة بمعنى المحل الذي فيه أشجار كثيفة يغطي بعضها بعضا. ومن هذا قيل للجن هذا الاسم لأنهم يتخفون عن أعين بني آدم، والمراد هنا
أن الصائم في وقت صيامه يجعل على نفسه حاجزا ومانعا يمنعه من الإقدام على معصية الله جل وعلا، فإنه إذا كان مطيعا لله فإن طاعته لله تقتضي منه الاستجابة لأمر الله عز وجل. ثم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم، يعني إذا صام الإنسان سواء كان صيامه فرضا أو نافلة فلا يرفث، أي لا يفعل ما يتعلق بأمر النساء، وقد نهي الصائم عن المباشرة في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. معنى هذه الآية أن الله جل وعلا كان قد أوجب على المسلمين في أول الإسلام أن يمتنعوا عن الأكل والشرب بمجرد نومهم في الليل، فكان الإنسان إذا صلى العشاء تسحر ثم إذا نام لزمه أن يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى مغرب الغد. فقال تعالى رافعا لهذا الحكم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل هذا على نسخ الحكم السابق بكون الصيام يبتدئ من بعد منام الإنسان إلى كونه يبتدئ بطلوع الفجر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصلوا ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، فإنهم كانوا إذا نام أحدهم لزمه الإمساك إلى مغرب الغد. والمقصود أن قول فلا يرفث نهي عن الجماع ونهي عن مباشرة مقدماته إذا كان الإنسان يخشى على نفسه. وقوله ولا يجهل، أي لا يعتدي على الآخرين ولا يؤذيهم. وقوله فإن امرؤ قاتله، أي حصلت بينه وبينه مقابلة بالضرب والتدافع، فقال أو شاتمه، أي قدم إليه أحاديث الشتم والسباب، فإنه والحال هذه يجب عليه ألا يستجيب لذلك وألا يلتفت إليه. وقد قال تعالى في وصف المؤمنين الذين ينيلهم الله الفردوس الأعلى من الجنة والذين هم عن اللغو معرضون، وقد قال تعالى في صفات أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله هنا فليقل إني امرؤ صائم، يعني ليعتذر منه عن مواصلة ومجاراته في كلامه المشتمل على المشاتمة والسباب ببيان أنه صائم. في هذا دلالة على أن الصائم عليه أن يحفظ جوارحه وأن لا يستعملها في معصية الله،
جل وعلا. قال: فليقل إني امرؤ صائم مرتين في مشروعية تكرار هذا اللفظ. وقول إني صائم إذا كان في صوم رمضان فهذا لا حرج فيه بالاتفاق ولا إشكال فيه، ولكن إذا صام الإنسان نفلاً أو صام واجباً خارج رمضان كصيام القضاء أو صيام الكفارة أو صيام النذر أو نحو ذلك، فهل يقول إني امرؤ صائم كما يقوله من كان في شهر رمضان؟ ظاهر الحديث العموم، وأنه يشمل الحالين، ولا يعني هذا أن يقول ذلك على سبيل التفاخر والرياء والسمعة، وإنما ليبين له أن شأن المؤمن أن يترك ذلك السباب. وفي هذا دلالة على مشروعية قول هذه اللفظة عند وجود المقتضيات التي تقتضيها، وفيه مشروعية أن يكرر الإنسان كلامه، وأنه لا حرج عليه في ذلك، فإنه قال: فليقل إني امرؤ صائم مرتين. وقوله: والذي نفس محمد بيده، فيه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى. وقد جاءت النصوص ببيان أن القسم لا بد أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته جل وعلا. وقد ورد النهي عن أن يحلف الإنسان بغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. في اللفظ الآخر قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء في بيان وجوب ذلك أحاديث متعددة. وقوله بيده فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وقوله لخلوف يعني بقايا الرائحة التي تكون في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المسك نوع غال من أنواع الطيب، وكانوا يفاخرون به، فقال هنا: فم خلوف الصائم، هذا يعني بقايا ما يكون في فمه بسبب الصيام. قال: أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أنه يفضل هذا الحال. ثم قال: للصائم فرحتان، يعني لمن صام، فإن هذه الفرحة جاءت بعد انتهاء وقت صيامه. قال: للصائم فرحتان، الأولى إذا أفطر فرح، إلى بأن المراد بهذا الفطر فطر كل يوم بحسبه، وقد يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد في الفطر: اللهم لك صمت. وقد يكون المراد بذلك ما ذكره في قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهناك من رأى أن المراد بهذا الفطر الذي يكون بإكمال الشهر في يوم عيد الفطر. وفي هذا دلالة على مشروعية الفرح بإقدام الإنسان على شيء من الطاعات، وفيها أيضا أن المؤمن يفرح بكونه قد أكمل واجبا من
الواجبات أو عبادة من العبادات. وفي الآية أيضا فرح الإنسان بفطره، والذي يظهر أنه فرح بصومه فيما مضى من أيامه، وإنما فرح لإكمال عدة الصيام. قال: وإذا لقي ربه، فيه أن الناس يوم القيامة يلاقيهم الله فيقررهم على أعمالهم. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة. قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني أنه يفرح في يوم لقائه بما أداه من عمل في دنياه. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، أصلح الله للجميع شؤونهم، ويسر لهم أمورهم، وغفر لهم ذنوبهم، كما نسأله جل وعلا أن يعصم قلوبنا من كل سوء، وأن يملأها حكمة وفضلا، كما نسأله جل وعلا أن يجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى خير. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم على البر والتقوى.